أستاذ خالد، أين أهداف ثورة يناير؟ كتير جدا من اللي يكلموك دلوقتي من اللي شاركوا في الثورتين دول يقولوا لك أن الثورة فشلت وأن كل ما طمح إليه المصريين لم يتحقق. أنا بقول لا، أنا بقول الثورة ستحقق أهدافها برغم كل الإحباطات اللي موجودة، إلا أن أنا بدعي أن أنا بفهم في حركة التاريخ، وأن حركة التاريخ ما هيش سنوات قليلة كده بسيطة، ممكن تمتد الحكاية، بيبقى في موجات وفي صخور صناعية بتترمي في نهر الثورة الرائق كي تحد من جريانه أو تحوله. قد نجحت، بأقر بك، قد نجحت هذه الصخور الصناعية، ولكن مصب هذا النهر وهو الإرادة الشعبية الجامعة التي عبر عنها المصريين في 25 يناير وفي 30 يونيو، مصيرها أو مصيرها ستتحقق في يوم ما قريبا أم بعيد.